كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو راح أفجيكم طريقة معرفة نوع المعالج الموجود عندنا على جهاز الكمبيوتر من شركة انتل. طبعا هاي الطريقة بتفيدنا في عدة أشياء، منها إنه أعرف نوع التطبيقات اللي بتناسب جهاز الكمبيوتر اللي عندي والبرامج والألعاب، كمان بتفيدني في عملية تحديث قطع جهاز الكمبيوتر. لما بعرف نوع المعالج بعرف إيش القطع المناسبة اللي ممكن أحطها في الجهاز واللي بتشتغل تمام بدون مشاكل مع المعالج اللي عندي. خلينا نشوف الطريقة مع بعض. أول خطوة عنا إنه منشغل صفحة جوجل وندخل على موقع شركة انتل، نحط هنا انتل انتر، بطلع لي هون أول نتيجة بضغط عليها، بحط هنا على داونلود سنتر، بختار هنا البروسيسورز. بعد ما دخلت على صفحة المعالجات بدور على خيار تعريف المعالج، هاي هون طلع لي انتل بروسيسور ايدنتيفيكيشن يوتيليتي، بيعرف لي المعالجات عندي على جهاز الكمبيوتر، بضغط عليه بطلع لي هون من هاي القائمة أنظمة التشغيل اللي بدعمها هذا البرنامج، بعدين بختار هون داونلود. لاحظوا عندي هون كمان هاي اللغات اللي بدعمها البرنامج، لاحظوا هون أسامي المعالجات كلها من شركة انتل من كل الأجيال ومن كل الفئات. الحين بعد ما نزل بضغط عليه رن، وبعدين تطلع لي الشاشة الرئيسية للبرنامج، بختار من هاي القائمة اللغة اللي بدي اياها، بعدين بختار نيكست. بطلع لي هون رسالة انه بيحتاج البرنامج 32 ميجا للتخزين على الهارد ديسك، وهنا بيطلع لي امتداد تخزين البرنامج، بضغط هنا انستول. هيك نزل عندي البرنامج، كل ما علي اني اضغط رن. بحكي لي هون موافقة على اتفاقية الاستخدام، بضغط هنا اكسبت. بضغط هون ياس. هيك بنكون عرفنا طريقة معرفة نوع المعالج اللي عنا من شركة انتل. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب، واستنونا ان شاء الله في الفيديوهات الجاية.